السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في نشرة الأخبار من قناة المرابطون وتتابعون فيها. الرئيس الموريتاني يعلن عدم الترشح لمأمورية رئاسية ثالثة على بعد أشهر من حلول الانتخابات الرئاسية. المنتدى الموريتاني للصم يطلق النسخة العاشرة من أسبوعه الوطني في العاصمة نواكشوط بمشاركة وفود عربية. مدينة ولات التاريخية تزخر بتراث ثقافي وحضاري كبير ولها إسهام في نشر العلم والثقافة العربية. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. أعلن الرئيس الموريتاني محمد العبد العزيز أنه لن يترشح لمأمورية رئاسية ثالثة لأن الدستور يمنعه من ذلك، مضيفا في مقابلة مع إذاعة فرنسا الدولية أنه سيظل في البلاد ويمارس السياسة، وحينما تتاح له فرصة تقديم نفسه فإنه سيقدمها لأن الدستور لا يمنع من ذلك. تأتي تصريحات الرئيس الموريتاني أياما بعد إعلان الناطق الرسمي باسم الحكومة أن الأغلبية ستعلن مرشحها للرئاسة قبل منتصف شهر إبريل القادم. التفاصيل نتابعها في هذا التقرير. في مقابلة مع إذاعة فرنسا الدولية أن الدستور لا يسمح له بالترشح لمأمورية رئاسية ثالثة، مضيفا أنه سيظل في موريتانيا وسيمارس السياسة، وحينما تتاح له فرصة تقديم نفسه فإنه سيفعل ذلك لأن الدستور لا يمنع منه. وقال العبد العزيز إنه حساس تجاه الدعوات التي يطلقها البعض بشأن قضية المأموريات، مؤكدا أنه يصغي إلى الجميع وأنه جاء من أجل احترام الدستور. وتأتي تصريحات الرئيس الموريتاني على بعد أشهر من حلول موعد الانتخابات الرئاسية، حيث يرتقب تنظيمها عام 2019، ولا يسمح الدستور الحالي للرئيس إلا بمأموريتين. وكثيرا ما أثار موضوع المأمورية الثالثة جدلا سياسيا في موريتانيا، رغم تأكيد الرئيس خلال مناسبات عدة عدم ترشحه. وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية سيدي محمد المحام قد أكد في تصريح أدلى به قبل أيام أن الأغلبية الداعمة للنظام ستعلن عن مرشحها قبل منتصف شهر أبريل القادم، وقبل ذلك الموعد لن تعلن عما إذا كان المرشح هو الرئيس الحالي أم شخص آخر، مؤكدا التمسك بالرئيس. وعلى مستوى الطرف المعارض تجري المشاورات والنقاشات بشأن التقدم بمرشح موحد لانتخابات 2019 الرئاسية، ولم يصدر بعد بشكل رسمي من سيقع عليه الاختيار. وتدور عدد من السيناريوهات المحتملة بشأن من سيكون رئيسا لموريتانيا العام القادم، لكن نتائج الاقتراع الرئاسي هي التي ستحدد في النهاية من سيخلف الرئيس الحالي محمد العبد العزيز. ومعنا في الاستوديو سيدي محمد والبلعمش، كاتب صحفي، اهلا وسهلا بك. الرئيس الموريتاني يعلن على بعد اشهر من انتخابات 2019 عدم الترشح لمأمورية ثالثة، هل يعني ذلك ان الرجل حسم امره ورتب البيت الداخلي للأغلبية؟ نعم، هذه أكثر تصريحات رئيس الجمهورية محمد عبد العزيز صراحة، حيث كان يضع تصريحاته السابقة في إطار احترامه للدستور وأنه سيلتزم ما في الدستور، وأحيانا يقول سيترشح لن يترشح لمأمورية ثالثة بطريقة، ولكن هذه الآن هذه المرة اعترف أنه لا يمكنه الترشح لمأمورية ثالثة مباشرة، و بخصوص مستقبله السياسي قال إنه من بالإمكان أن يترشح لمأمورية أخرى إذا تسنى له الوقت، تسنى له الوضع السياسي وكان متاحا له الترشح سيترشح. إذا هو الآن لن يترشح في الانتخابات القادمة، ولكن قد يعود للرئاسة بعد فترة.
نعم، هذا مثلا نتطرق له الرئيس في مقابلته مع إذاعة فرنسا الدولية، قال إنه سيظل في البلد وسيمارس السياسة، وحينما تتاح له فرصة تقديم نفسه فإن الدستور لا يمنع ذلك. ماذا يفهم من هذا؟ يفهم أن الآن أمام طريقة بوتين ميدفيديف، يترشح الرئيس ثم يترشح شخص آخر ويستبدل ثم يعود الرئيس وهكذا. إذن يبدو أن الرئيس اختار هذه الطريقة عن باقي الاقتراحات الأخرى. المواصلة ولها مخاطر دستورية، لها مخاطر إقليمية، لها عدم قبول الرأي العام الدولي والوطني لها. هناك كان خيار النظام البرلماني أن رئيس الوزراء يكون هو الحاكم، ثم يبدو أن الرئيس عدل عن هذا، اختار طريقة بوتين ميدفيديف ليستبدله رئيس آخر. الأرجح هو أن يكون مؤقتا وأن تكون فترته قصيرة، ونحن أمام هذه الأشهر كيف تكون فترته من رئيس مغادر مع كيف تكون فترته قصيرة؟ كيف تكون؟ قد تكون فترته قصيرة إذا قرر ذلك الرئيس أن يستقيل، تكون فترته قصيرة. يعني نعم. بكل بساطة هناك سيناريو معروف أن الرئيس القادم قد يمضي أشهرا أو سنة ثم يعود الرئيس الحالي. تم الحديث عن هذا في عديد الأروقة، وتم تسمية أسماء بعضها متداول بعضها غير متداول، وما يكون أحد زملاء الرئيس في الجيش، قد يكون أحد وزرائه السابقين الذين فرغهم، قد يكون يعني هناك عديد الأسماء وعديد الاقتراحات المتعلقة بهذا الموضوع. نعم، إذن هل ستخوض الأغلبية الانتخابات الرئاسية القادمة بمرشح موحد أم بأكثر من مترشح؟ الأرجح أنها ستخوض بمرشح موحد. من يدعمه الرئيس الحالي محمد عبد العزيز هو من سيكون مرشح الأغلبية الموحد. تلاحظين باستثناء حزب الاتحاد الجمهوري لا صوت كبير في الأغلبية، والاتحاد الجمهوري يسيطر عليه رئيس الجمهورية وهو قوته الدافعة. حينما تقدم أمامه في الانتخابات البرلمانية والبلدية أعطاه دفعا في الانتخابات الماضية، ولكن حينما تخلى عنه في انتخابات عرفات خسر هذا الحزب انتخابات عرفات. لأن رئيس الجمهورية الحالي محمد عبد العزيز هو محوري في 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 في, في ولاء المواطنين الأغلبية لخياراتهم. إذن في الطرف الآخر، ما الذي سترتبه المعارضة على هذه التصريحات؟ وهل لا تزال برأيك تشكك في نية الرئيس الترشح لمأمورية ذلك؟ أعتقد أن ما قاله الرئيس اليوم قد قطع الشك باليقين. هناك جدل دستوري، إذا كان لابد من جدل دستوري يمكن أن يخاض، واليوم بدأت لاحظنا بعض التدوينات حوله. هل أن الدستور ينص أنه لا يمكن للرئيس أن يترشح مرة أخرى بعد مأموريتين؟ هل هذه المرة أخرى تتعلق بمأمورية مباشرة ملتصقة بالمأموريتين أم منفصلة عنهما؟ ربما نشهد في الأيام القادمة جدلا دستوريا جدلا قانونيا حول هذا الموضوع. ستقول معارضة أن المرشح القادم هو مدعوم من الجيش، مدعوم من السلطة، هذه نتوقع هذا الخطاب. ولكن التحدي الأكبر بالنسبة للمعارضة ليس هل بإمكانها إسقاط مرشح الأغلبية، ولكن هل بإمكانها التوحد حول مرشح توافقي مقنع الجميع. إذن هل برأيك يمكن للمعارضة أن تتوحد على مرشح واحد تلتف حولها كل الأحزاب في انتخابات 2019؟ طموحات رؤساء الأحزاب، حتى لأن رغم أن البعض منهم تجاوز العمر القانوني، طموحات رؤساء الأحزاب هي معضلة أمام قادة المعارضة. كل حزب لديه طموح سياسي مشروع في تصدر المشهد. إذا قرر رؤساء هذه الأحزاب الإتيان بشخصية من خارج الأحزاب، شخصية توافقية كما حصل 92 كما حصل 2007، يمكن أن يحدث توافق بين أقطاب المعارضة. أما إذا قرر أحدهم تصدر المشهد
وفإنه لن ينال إرضاء المتبقين. نعم، الكاتب الصحفي والمدير الناشر لصحيفة مراسلون سيدي محمد البلعمش، شكرا جزيلا لك. قال رئيس حزب الاتحاد والتغيير الموريتاني صالح الحنان إن قيادة المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة عدت ورقة تشكل أرضية للنقاش على مستوى أطراف المعارضة، ينتظر أن تتوج بصياغة المبادئ الأساسية التي على أساسها ستخوض المعارضة الاستحقاقات الرئاسية القادمة. في هذا السياق نحن حتى الآن عددنا أو عددت قيادة المنتدى ورقة على أساس أن هذه الورقة تكون أرضية للنقاش داخل أطراف المعارضة المختلفة، وتتوج قريبا إن شاء الله بصياغة المبادئ الأساسية التي على أساسها سيتم خوض الاستحقاقات القادمة. ودعا الحنان في حديث له ضمن أولى حلقات الموسم الجديد من برنامج في الصميم للتمسك بأمل التغيير، مضيفا أن الانتخابات الأخيرة أثبتت أن الشعب الموريتاني وصل إلى مستوى من الوعي يجعله مؤهلا للاختيار السليم، داعيا للعمل من أجل تغيير الآلية الانتخابية كي تكون سنة 2019 سنة عبور لبر الأمان والتغيير على حد تعبيره. يؤكد الشعب الموريتاني أن أمل التغيير يجب أن نتمسك به، لأن التغيير لا بد أن يكون، وأن هذا الشعب وصل إلى مستوى من الوعي، أثبتت الانتخابات الأخيرة وغيرها أنه وصل إلى مستوى من الوعي يجعله مؤهلا للاختيار السليم، ويجب أن نعمل معا لتغيير الآلية الانتخابية حتى نضمن أن تكون 2019 إن شاء الله سنة عبور لبر الأمان والتغيير الذي ينشده كل موريتاني. رحب الرئيس السابق لحزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية التواصل محمد جميل والمنصور بتصريح الرئيس الموريتاني محمد العبد العزيز بشأن عدم الترشح لمأمورية رئاسية ثالثة. وقال والمنصور في تدوينة نشرها على حسابه على الفيسبوك إن الموريتانيين وأصدقائهم في قطاعهم الغالب يريدون احترام دستورهم وترك فرصة للتناوب والتداول في استحقاقات 2019 وفق ما ورد في التدوينة. أطلق المنتدى الموريتاني للصم النسخة العاشرة من أسبوعه الوطني في العاصمة نواكشوط، وتتضمن نسخة هذا العام تنظيم محاضرات ونشاطات ثقافية وترفيهية، ويشارك في أسبوع الصم بنواكشوط وفد من سلطنة عمان سعيا إلى تبادل التجارب والخبرات بين الطرفين الموريتاني والعماني بشأن واقع الصم وآلية النهوض بهم. المزيد من التفاصيل في سياق هذا التقرير. أسبوع للصم في موريتانيا والعمانيون ضيوف شرف، عشرات الصم تجمعوا في الحفل الافتتاحي له تحية لضيوفهم وانتظارا للاستفادة من التجربة العمانية في النهوض بواقع الصم. وقد حضر منهم إلى جانب القائم بالأعمال رئيس الجمعية العمانية لذوي الإعاقة السمعية، وهو أول عربي أصم يقدم برامج تلفزيونية. ذوي الإعاقة إن شاء الله في الأوقات القادمة الحكومة الموريتانية أكدت بمناسبة إعلانها الافتتاح الرسمي للأسبوع أنها أنجزت الكثير للصم خاصة في مجالي التكوين والتعليم. والحكومة الموريتانية أنشأت سنة 2014 مركزا للتكوين والترقية الاجتماعية للأطفال ذوي الإعاقة يهدف إلى النهوض بهذه الشريحة، وثمرت هذا الجهد برزت بارزة لأننا لأول مرة نشهد طلبة من الصم ينجحون ويتجاوزون المرحلة الابتدائية للإعدادية. الآن لدينا 39 طالبة من الطلبة الصم في الإعدادية. ويقول منظم الأسبوع إن برنامجه يحتوي العديد من العروض التكوينية والمحاضرات، ويستعرض تجربة الضيوف العمانيين، ويتضمن تقديم أبحاث لجامعة نواكشوط حول أسباب الصمم الوراثي، إضافة إلى بعض الفعاليات الرياضية والترفيهية لصالح المستهدفين. فيه نشاطات ثقافية ورياضية تشمل مباراة كرة القدم مع أشبال تفرق زينة،
في يوم ترفيه للأطفال الصم، عكفنا على تعودنا على تنظيمه سنويا على هامش هذه الفعاليات. وقد تفرج ضيوف الأسبوع على وثائق يرصد إنجازات منتدى الصم في موريتانيا، كما تم تكريم عدد منهم وتجولوا في معرض لرسومات فنية من إنجاز صم موريتانيين. والآن إلى نافذتنا على مدينة ولاتا التي تحتضن النسخة 8 من مهرجان المدن القديمة. أشرف وزير الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية سيدي محمد المحام بمدينة ولاتا على انطلاق المسابقة الكبرى للقرآن الكريم والسيرة النبوية، وذلك ضمن فعاليات النسخة 8 من مهرجان المدن القديمة. كما أشرف والمحام كذلك على انطلاق محاضرات علمية موازية بعضها يتطرق لمقاومة الاستعمار في ولاية الحوض الشرقي. وكان الرئيس الموريتاني محمد العبد العزيز قد أشرف الثلاثاء على انطلاق مسابقة للرماية وسباق للإبل، كما أعطى كذلك إشارة انطلاق محاضرات ثقافية ودينية من المسجد العتيق بمدينة ولاتا. وحضر الرئيس كذلك أولى سهرات النسخة 8 من مهرجان المدن القديمة. تزخر مدينة ولاتا بتراث ثقافي وحضاري كبير، ويعود تأسيسها إلى ما قبل القرن الهجري الأول. وقد زار المدينة التاريخية الرحالة بن بطوطة كما تحدث عنها ابن خلدون. وقد شكلت المدينة خلال القرن العاشر الهجري مركزا لنشر العلم والثقافة العربية من خلال علمائها الذين جابوا الحجاز ومصر والشام والسودان الغربي. تفاصيل أوفى نتابعها في سياقها التقرير. تحتضن ولاتة النسخة 8 من مهرجان المدن القديمة، وهو تقليد حكومي يهدف إلى تسويق مدن صنفت من طرف اليونسكو تراثا إنسانيا عالميا لما تختزنه ذاكرتها من إرث ثقافي وحضاري في المنطقة بشكل عام. ويرجع تاريخ تأسيس المدينة لما قبل القرن الهجري الأول، وتحدثت عنها مصادر التاريخ العربي، فقد زارها الرحالة بن بطوطة ووصفها في رحلته بأنها تبدو عليها مظاهر الشيخوخة والقدم، ووصف أهلها بأنهم محافظون على الصلوات وعلم الفقه وحفظ القرآن. وتحدث عنها ابن خلدون ورسم اسمها ولاتن، وزاد المقري حرفا فسماها إيولاتن. وذكر الكونتي أنها حملت اسمين آخرين بيرو أو سير، واستمرت لقرون متتالية محطة رئيسة للقوافل التي تربط بين غرب القارة وشمالها، وتبادلت ولاتة مع تيمبوكتو العطاء الحضاري لقرون متتالية. وتشير إحدى الروايات التاريخية إلى قدم الثقافة العربية الإسلامية في ولاتة، إذ يجري حديث عن دخول علماء من أبرزهم يحيى الكامل الذي قيل إنه هاجر للمدينة قادما من العراق في القرن السادس الهجري، وقيل الثاني وقيل التاسع، ومن أبرز مشاهير أوليائها الشيخ سيد أحمد البكاي الشهير ببو دمعة. ومنذ القرن العاشر الهجري برزت ولاتة كمركز لتصدير ونشر الثقافة العربية عبر علمائها الذين كانت لهم صلات بالحجاز ومصر والشام والسودان الغربي. تحتفظ ولاتة بكنوز من نوادر المخطوطات في العلوم اللغوية والشرعية والفلسفة وعلم الكلام والفنون والآداب والحكمة، فضلا عن علوم كونية كالتنجيم والفلك والرياضيات والحساب. تتميز ولاتة بفن العمارة الخاص بها والذي يتسم بجمال وتنوع فريد، فهو من ناحية يتقاطع في أشكاله مع فن العمارة الأندلسي والمغربي، ولكن العديد من دارسي فن العمارة وتاريخ الفسيفساء يرجحون أن تكون العمارة الولاتية تأثرت بالتاريخ الإفريقي الغابر والمتوارث في المدينة منذ القدم. وتعد ولاتة من المدن التي ورثت جزءا من الإمبراطورية الأشهر والأهم في تاريخ المنطقة مملكة غانا، كما شكلت ملتقا للثقافات التي توافدت روافدها لهذا المكان المليء بالسكينة المتسم بالاستقرار النسبي في صحراوات ممتدة من أدغال إفريقيا حتى الإسكندرية على الأبيض المتوسط.
بعد 20 عاما من عدم حلاقة شعر رأسه، أخيرا مشجع المنتخب الوطني سيدي محمد والعلي يقرر الحلاقة على الهواء مباشرة عبر برنامج المرابطون أسبور، وذلك بمناسبة التأهل التاريخي للمنتخب إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا 2019. وعبر والعلي وهو يحلق شعر رأسه للمرة الأولى منذ عقدين عن ارتياحه وفرحه بتأهل المنتخب الوطني، مضيفا أنه ظل يراهن عليه منذ البدء. التفاصيل في التقرير التالي. الآن حان موعد الحلاقة، فالمنتخب تأهل وأنجز المشجع الحر ما وعد، فهكذا صار رأس بوب المشجع كرأس أي لاعب من اللاعبين الذين أحبهم في المنتخب، وعلق على فوزهم أمر حلاقة شعره. وهكذا كان الشعر قبل دقائق. أطلق سيدي محمد والدعلي الملقب بوبا العنان لنمو شعره منذ عام 98 900 ألف، في انتظار اللحظة التي يتأهل منتخب بلاده فيها إلى بطولة أمم إفريقيا. وبعدما أيقن مؤخرا أن المنتخب الوطني لاحقون لا محالة بكبار منتخبات القارة في كان الكاميرون، وعد مقدم برنامج المرابطون سبور الزميل حمود الدعمر بأن الحلاقة ستكون في حلقة مباشرة من برنامجه الأسبوعي على شاشة قناة المرابطون. فعلها بوبا، ولم يفعلها فقط لإبراء ذمته وراحة ضميره، لكن أيضا لإدخال السرور على عائلته. الحمد لله رب العالمين اللي تحقق الحلم، حلم الموريتانيين اللي هو حلمي أنا. وحلقت راسي حسيت بريح لا يراها إلا راكبة الإبلي موك، وجد جد جد سعيد حتى بالفوز وبالتأهل وبالحلاقة. ونعتبر رأسي نفسي ملكية فكرية للقناة مرابطون، هذا اعتراف مني أنا الجميل. على هذا الملعب بدأت نهاية الحكاية. حبس بوب كآلاف المشجعين أنفاسه. أجل البوتسوانيون الحلاقة إلى حين بتسجيلهم أول أهداف المباراة، لكن نجم المنتخب بالقميص رقم 7 إسماعيل جاكيتي عدل النتيجة لصالح بوب ودقت بهدفه الثاني ساعة الحلاقة، ثم صفر الحكم إيذانا بنهاية المباراة. فكانت الأنظار كلها متجهة إلى بوب المشجع، ماذا سيقول؟ كيف سيتصرف؟ أما القول فاللسان يعجز عن التعبير عن حجم الفرحة. هاري من أجل هذه اللحظة، هو الحلم تحقق بعدما عجزت أجيال، لكن نحن سنظل نواكب كل الأجيال، واكبنا كل الأجيال. أول حسن العيد، أول حسن العيد من حقق الحلم، سليمان حمية شباب، يعني ما نعرف اللي يقول لك حمية، ما عندي شيء نقول، ما عندي شوخر، غير نقد نشكرهم، غير عندي شوخر، أنا مين تجيب لي، مين تجيب لي قواميس العرب كاملين، ما في شيء. وأما التصرف فالحلاقة على شاشة قناة المرابطون ووضع حد لعمر هذا الشعر الأسطوري الذي ظل ينمو على امتداد 20 سنة. إلى الشأن الفلسطيني، حيث نظمت اللجنة الوطنية لمساندة الأسرى وقفة تضامنية مع الأسرى الفلسطينيين الأطفال، وذلك أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر بمدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة. وقد رفع المشاركون في الاحتجاج لافتات منددة بممارسات الاحتلال الإسرائيلي في حق الأسرى الفلسطينيين، وطالبوا بالإفراج عنهم. التفاصيل في هذا التقرير. بمشاركة مواطنين وطلبة مدارس وفصائل وفعاليات ومؤسسات أهلية بين يدي سانحة ذكرى يوم الطفل العالمي، نظمت اللجنة الوطنية لمساندة الأسرى وقفة تضامنية مع الأسرى الفلسطينيين الأطفال أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر بمدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة. وقفة أشهر المشاركون فيها لافتات وشعارات منددة بالممارسات الإسرائيلية بحق الأسرى ومطالبة بالإفراج عنهم، ورفعوا صورا لأطفال قاصرين ابتلعتهم غيابات الأسر وغيبتهم غياهب سجن الاحتلال.
وقال الناشط في قضايا الأسرى عماد شتاوي في حديث نقله عنه المركز الفلسطيني للإعلام بالمناسبة: إن إسرائيل ماضية في سياستها تجاه الأسرى في محاولة منها لكسر إرادتهم، مضيفا: نوجه رسالة للعالم وللمؤسسات الدولية بالتدخل العاجل لوقف الممارسات بحق الأسرى وخاصة القوانين العنصرية، مشيرا إلى أن الشعب الفلسطيني موحد في تضامنه مع الأسرى. بينما قال مظفر ذوقان منسق اللجنة الوطنية لدعم الأسرى في كلمة ألقاها خلال الوقفة: إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تنفذ العديد من الانتهاكات بحق الأسرى الأطفال منذ لحظة إلقاء القبض عليهم، وتنتهج طرائق وحشية في اقتيادهم من منازلهم في ساعات متأخرة من الليل، مردفا: هذه الانتهاكات توصف بالجرائم، ومنها إطلاق الرصاص الحي بشكل مباشر ومتعمد خلال عمليات الاعتقال ونقلهم إلى مراكز التحقيق والتوقيف وإبقاؤهم دون طعام أو شراب واستخدام الضرب المبرح وتوجيه الشتائم والألفاظ البذيئة إليهم وتهديدهم وترهيبهم، مستطردا أن الاحتلال يتعمد انتزاع الاعترافات من الأطفال تحت الضغط والتهديد وإصدار الأحكام غيابيا وفرض أحكام وغرامات مالية عليهم وغير ذلك من الانتهاكات اليومية التي يوثقها محامو هيئة الأسرى ونادي الأسير. إلى هنا مشاهدينا الكرام نصل نهاية هذه النشرة وقد تابعتم فيها: الرئيس الموريتاني يعلن عدم الترشح لمأمورية رئاسية ثالثة على بعد أشهر من حلول الانتخابات الرئاسية. المنتدى الموريتاني للصوم يطلق النسخة 10 من أسبوعه الوطني في العاصمة نواكشوط بمشاركة وفود عربية. مدينة ولات التاريخية تزخر بتراث ثقافي وحضاري كبير ولها إسهام في نشر العلم والثقافة العربية. يمكنكم مشاهدينا الكرام متابعة هذه النشرة وغيرها من نشرات برامج القناة عبر صفحتنا على الفيسبوك الظاهرة على الشاشة. دمتم في أمان الله.